والأرض وضعها للأنام فيها فأكلت من الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخان وخلق الجان من مارد فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فالتقى الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم الدؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنزل عليه وأنزل القرآن تنزيلا إلى الناس من كل قول جميلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا وصلوا من عليهم ختم لهم تنزلهم لا يعلمون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله لا إله إلا هو वहां जाओ वहां जाओ वहां बंद करो क्रेडिट से भैया वो बंद कर दे सर सर ले ले सर 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 Club. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲೆ ಸುರೇಶ್